مرحبا بكم معنا اليوم في مدينة بني ملال. بني ملال جات ما بين الأطلس المتوسط وسهل تادلة، وكتبعد بحوالي 250 كيلومتر على الدار البيضاء. بني ملال مدينة عندها تاريخ عريق اللي مازال تشهد عليه بعض المآثر اللي فيها، بحال الأسوار اللي كيعود تاريخها لعهد مولاي إسماعيل، المنارة اللي كيعود تاريخ تأسيسها لعهد الموحدين، والقصبة اللي منها غتمتعوا بانوراما على المدينة كلها. بالإضافة لجمالها وطبيعتها الخلابة وعيون الماء اللي فيها واللي تغنى بها العديد من الشعراء والفنانين، المدينة عندها مؤهلات سياحية كبيرة مرتبطة أساساً بالسياحة الجبلية. سي مصطفى، حنا عارفين بلي بني ملال كيف ما قلتي عندها مؤهلات سياحية كبيرة، والواحد فاش يجي يزورها من غير أنه يتسرى فيها ويتمتع بمناظرها الجميلة يمكن له وقيلا يكون بعدة أنشطة. كاينة شنو هما الأنشطة اللي مزدهرة هنا في المنطقة؟ بطبيعة الحال أنا كما قلت تكلمت على المواقع السياحية اللي كتعرفوها اللي هي عين سردون بطبيعة الحال وشلالات أزود، ولكن هناك أيضا منتوجات ديال السياحة الإيكولوجية والسياحة الجبلية. هناك أيضا منتوج ديال السياحة ديال القفز على المظلات اللي كتميز به مدينة بني ملال على الصعيد الوطني. هناك أيضا سياحة الصيد والقنص المغاربة والأجانب. بالتالي كاين أيضا أمور أخرى اللي كتعلق بالسياحة الثقافية والتاريخية، لأن الجهة ديالنا جهة كتميز بتاريخ ثقافي وعريق. عين سردون من المناطق الساحرة اللي كيتوافدوا عليها سكان بني ملال والنواحي باش يتمتعوا بمنظر المياه وهي نازلة بحال الشلال وبالحدائق الجميلة اللي دايرة بها. بني ملال مدينة الحدائق والخضرة والماء، مجهزة لاستقبال السياح والعروض فيها مختلفة ومتنوعة. الرحلة ديالنا في بني ملال وصلت لنهايتها. إلا احتجتوا المعلومات إضافية ولا بغيتوا تشوفوا نو ريكومونداسيون بور ليبرجمون، ما عليكم إلا تزوروا موقع www.lemarocjem.com، وحنا غادي نعاودوا نتلاقاو قريب باش نكتشفوا مناطق أخرى في المغرب اللي كنبغي.